السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الجزء الثاني تاع فصال تدرأوس والوسادة رايحين نفصلوا رايحين نخيطوا الدرأوس اللي فصلناه. تابعوا معايا الطريقة. هنا نشدوا الدرا تاعنا، نفتحوها لاموس تاعنا. هنا في كل زاوية قطعناها هادو راح نلاقوهم هاك هكا. عندنا 4، ما تحصلوا على 4 هادو تاع الزوايا. هنا دوك تشوفوا كيفاه نديرو. تجي هنا تقمي هادي تاعك، هادي هكا هاك. نجو هنا نخلو قد 1.5 سنتيمتر، خلو قد 1.5 سنتيمتر ونديرو الخياطة تاعنا. ماحش نخيطو هنا 1.5 سنتيمتر ونخيطو، هنا خلو 1.5 سنتيمتر ونخيطو. دوك تشوفوني كيفاش نخيط. دوك نقولكم علاه خلينا 1.5 سنتيم، علاه ما جيناش هنا عند الحاشية وخيطنا. هنا نبداو الخياطة، نديرو البوان داغي تاعنا، نديرو البوان داغي تاعنا ونكملو الخياطة حتى للأسفل. هنا بعد اللي درنا هادي، هنا بعد اللي درنا خيطنا 1.5 سنتيم، نجو هنا على خلينا 1 سنتيم، هنا نجو نديرو هاك، نديرو كفة هاك، نديرو هنا كفة تخرج لنا الخدمة تاعنا نقية وما تنتحلناش. هنايا هنا كملنا، هنا كملنا ومنا تخرجنا هذا الشين تاعه، هذا الزين تخرج خدمة نقية متقونة مفينية بهذه الطريقة. راح نديرو للجهات الأربعة الثلاثة اللي بقاونا راح نديروهم كاع بنفس الطريقة. بعد اللي كملنا الجهات في الربعة خيطنا ليكوان هكا بهذه الطريقة على الخلف، على الخلف ماشي على وجه القماش، على الخلف. ها نجو هنايا في الجهات الربعة بعد ما نكملوهم نتنو هكا على 2 هاد الطريقة هكا. نجو هنا نحسبو، هنا هنا نحسبو وين ما نركبو لاستيك. نجو نحسبو قد 20 سنتيم هاك، 20 سنتيمتر وركبو لاستيك تاعنا فيها. دوك تشوفو الطريقة كيفاش نركبو لاستيك. عيننا هنا نجو هكا نعينو هنايا، نجو كيفاش نركبو لاستيك. نفتحو نفتحو القماش تاعنا، نجو نحطو لاستيك هنا، نحطوه هنا نحطوه هنا قد ما من بعد نتنو عليه. حنجو نحطوه هنا راك تشوفو كيفاش. نهودو دايما البرا تاعنا قبل ما نبداو الخياطة، نهودو البرا نغرسوها في القماش. هنا نكسلو شوية، هنا نجبدو هاكا، نجبدو لاستيك ونبداو نخيطو. بسم الله هاكا شوية هاكا بوان داغي تاعنا، نديرو بوان داغي تاعنا ومن بعد نجبدو الختان هاكا ونخيطو. نجبدو عفوا لاستيك، ما نجبدوهش بزاف، شوية هاكا.
حتى الويمه رانا معينين. صافي 20 سنتيم كانت، 20 سنتيم كانت متنية. صافي نديرو لاستيك حتى 40 سنتيم، نديرو البوان داغي تاعنا. صاي بلاصينا لاستيك تاعنا هنا، قد قلنا 40 سنتيم، قد 40 سنتيم هنا هكا، هنا نجيو هنا كي نتنو نعبرو 20 سنتيم ونخيطو. دوك ندير انا الجهات الربعة، ندير لهم هكا كاع لي كوان في الربعة، نخدم لهم هادي ونتلاقى. كملناهم هنايا في ربعة، بعد لي كملناهم هنا في ربعة ولصقنا لهم لاستيك هنايا، نجو نبداو من عند اي وحده فيهم، من عند اي وحده فيهم نجو هنايا هكا، نكسلو هكا هكا، نديرو هاك ونتنو الثانيه، الثانيه نطو المره الثانيه هاك، نكسلو الاستيك تاعنا ونطو ونطو الثانيه ونخيطو حتى اللي نكملو عند الاستيك. وكي نكملو عند الاستيك نزيدو نكملو، نزيدو نكملو هاكا نعطفو. هنا كملنا الدراوس تاعنا، هنا تنيناه لاستيك قلنا نكسلو ونخيطو، كي نكملو من عند لاستيك نكملو العطفه عادي، نكملو العطفه اللي كنا بيها نكملوها ونكملوها عادي حتى نكملو كاع لوتور تاعنا، حتى نكملو كاع لوتور، حتى نعاودو نوصلو هنايا، حتى نعاودو نوصلو وين بدينا. اها تخرج خدمه نقيه ومتقونة. الآن ننتقلوا للوسادة ومن بعد نوريكم الشكل النهائي. هنا بعد ما جبنا الوسادة دروك نبداو في الوسادة. كيما قلتلكم البارح نفصلوها، عندنا 70 سنتيم طول على 50 سنتيم عرض، والجهة الخلفية عندنا 78 سنتيم طول على 50 عرض. نجو لهادو تاع 78 اللي قطعناها درنا فيها 25 سنتيم على جال باه يجينا هاد الشكل. نجو الآن نديرو لهم، نديرو لهادي تاع 25 سنتيم من جهة 50 عطفة، عطفة كفة هنايا صغيرة، ولل هذا الطرف تاعها التاني، التاني نديرو له كفة. دوك نديرو له كفة ونولو معاكم. بعد اللي درنا كفة من هادي ولهادي، نجو نحطو الوسادة تاعنا هنايا الوجه الأمامي، نحطو فوقه هادي الكبيرة القطعة الكبيرة، ونزيدو القطعة الصغيرة، ونحكمو بلي سيبانكل في ليكوان كاع في ليكوان هنايا، نقلبو بلي سيبانكل باش ما تهربناش في الخياطة. راني قالبة قابلي غي هادو على جال الخياطة باش ما تهربناش، ودروك هكا بالمقلوب نخيطو كاع لوتوغ. نخلو هنايا هكا قد 1 سنتيمتر ونخيطو كامل الوسادة ونرجعو. بعد اللي درنا كاع لوتور خيطنا كاع، قلعنا لي زيبان تاعنا، نقلبو الوسادة ونوريكم شنو نخيطو. بعد اللي قلبنا الوسادة تاعنا هاهي، هاهي بهذا الشكل. دوك نجو هنا، نجو هنا هنا قد 2 سنتيم، قد هكا 2 سنتيم، ونبداو هنا ما نبداوش الخياطة كاع من، نبداو هنا قد 2 سنتيم منا و 2 سنتيم منا، نبداو الخياطة و تاني نديرو كاع لوتوغ تاعنا حتى لي نعاودو نرجعو هنا. دوك نوريكم كيفاه. هانا كملنا الوسادة تاعنا، هانا كملناها خيطناها كامل من برا. ها تجي هاكا، تجي هاد هادي كي درناها من التحت و درنا هادي من الفوق، تجي دروك العكس، هادي من الفوق و هادي من التحت هاكا باش الغلاف للوسادة. و هاهي من الداخل خياطه نقيه مكاش، ها خياطه نقيه خيطنا من الداخل، كي عاودنا خيطنا من برا هاد الخياطه درقت كلش. ها هي خياطه نقيه، كملنا الوساده تاعنا حتى نشوفوها في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي تاع الوساده تاعنا تاع اليوم. ها كيف خرجت لنا، هاي منا هكا، هاي في الوجه الامامي تاعها، هاي هذه هي الوساده تاعنا. وبالنسبه للدراوس هاوينا، انا ما عنديش ما طلعت على بلاصه باش نوريه لكم. هاونا الدراوس تاعنا، انا بعد ما درنا له لاستيك وكفناه كاع من الجهات
ان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم. اللي ما شافش طريقة التفصيل راح نخليكم الرابط تاع الفيديو تاع فيديو الصالات في الاسفل. نتمنى يكون عجبكم فيديو اليوم. ما تنسوش دعم القناة بالضغط على ابوني وتفعيل الجرس. مع السلامة.